أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. توقفنا في ملخص التراكيب للوحدة الخامسة عشرة في الجزء الثاني من كتاب العربية بين يديك. الجدول الثالث: لماذا حضرت إلى المستشفى؟ لماذا حضرت إلى المستشفى؟ شوفوا انا جاي لما جاي باردي كيلدين. وين كيلدين؟ ها حضرت. ما نوع الجملة؟ جملة استفهامية وتركيبها فعلية دي ما نستس؟ نعم فعلية. من أين فهمتي؟ چونكي أنا قبل سوال بلان باشلان واتا دي وشان جنام أنا قبل حضرت أنا قص أن يوجد فعل ولم يبدأ بالاسم. اسم بلان باشلان مجان شيفخي جملة يو اسم بلان باشلان مجان وفعل بار وشان چون بو اسمية بولاميدة. بولاميدة. إذن ابدأي اشرحي، ما هي الكلمة الأولى في الجملة؟ لي فرنشو لي دان باش لابكي توريم؟ نعم. أها. ما وظيفة لي؟ لي أنا قايدة حازية تمام حرف جار يو نعم صحيح. حرف جار حرف جار مع مع نميد مع نماد بيت ماذا 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 اسم خوزيد ما استفخار حرف استفخار اسم الاسم حرف تانكي أنا يعني حرف كميدة ها اسمه استفخار ما عنده ها اسمه استفخار. هل اسم استفهام ماذا مبني أو معرب؟ استف خوزيد ما اسمه استفهام معرب معرب ما اخر دخلك يا تذكر ادم يو 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 انا قلك هذا تمام مبني بيت امز استاذ مبني على ماذا مبني على هذا تمام مبني على مبني على سكون نعم في محل رف نما يعرف يو 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 في خذيته مبني على السكون مبني على السكون ما نقع بالنازة ساعدي لي أستاذ مقدس في محل جار نعم في محل جار. لماذا في محل جار؟ لأنه سبق قبله بلا من ده حرف جر نعم سبق قبله حرف جر نعم جيد. وحرف جر واسم مجرور في جملة خبر مقدم اسمي جاب ما كنا قلب خبر مقدم بولد وندا مبتدا ينبر كندي واي 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 ها 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 حرف جر واسم مجرور حرف جار اسم مجرور شبقي جملة دبيت لنا ده ليك يا أستاذ اتشارت مس متعلقان بالفعل إكس متعلقان بالفعل خضر فعل جاب أغلق جار حرف بلا اسم مجرور متعلقان بالفعل أجر فعل بلا مرجع كسا متعلقان بالفعل بالفعل خضرته ترى مش نقام حضرته خضرته حضر اسم أو فعل أو حرف فعل أي فعل فعل مضارع خطأ يو 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 فعل ماضي نعم مضاف عندي أنا ما مضاف فعل مضاف ولا دم وي هذا مبني أو معرب هذا تمام
مبني على السكون صحيح لماذا مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل المتخارج لاتصاله تاء المتخارج بتاء المتخارج بتاء المتخارج فاعله أنت ولدت ضمير متصل تاء المتحرك ضمير متصل ضمير متصل تاء المتحرك مبني أو معرب مبني على ماذا مبني على مبني على الفتح دي ما مستوز صحيح أها إلى مبني على الفتح وما وظيفته ما إعرابه في محل رفع ماذا؟ لماذا في محل رفع صحيح نقا لأنه فاعل لأنه فاعل إلى كلاهما إلى إلى اسم حرف جار المستشفى اسم مجرور نعم مجرور بماذا؟ مجرور بال ماذا؟ هذا تمام مجرور ب هذا تمام بير نقا ظاهر ريتيس كارسي ده استاذ بالكسرة المقدرة بالكسرة المقدرة لماذا مجرور بالكسرة المقدرة؟ çünkü ana kavam teyye vardı. Çünkü alif maksur bilan kevat. Yani çünkü şuna kanıdı. لأنه مقصور. لأنه مقصور. نعم. والجمل الباقية كلها بهذا التركيب. Kogen gaplan hut şu tuzuluşta. Kutubna fi tefatir ve tercimna ve işrahna. Kama şarahna l'an. الجدول الرابع اقرأ الجملة الأولى وترجمي دلنازة هل لديك موعد مع الطبيب؟ ترجمي شفا كوربلان شرا شوين بارما شنا قامده؟ نعم جملة اسمية واستفهامية صحيح نعم هل أنا قاعد حرف استفهام يكون لا محل له من الإعراب إيش نعتبر لازم استفدت نعم لديك لدى داء تمام مستس نعم مبتدا بولد ما يا بوت ظرف مكان بوتدي شبه جملة خبر مقدم بولد موعد خبر بولد ايه مبتدا مؤخر بولد ابو خبر مقدم بولد هذا لديك ها شبه جمله بولد شبه جمله كان ايتي مستس نعم كاف المخاطب ضمير متصل مبني على الفتح مشان ده في محلي بولد الظروف دائما تتصل مع الأسماء بعدها مضافا وتتكون الإضافة في محل جار بلد في محل جار لماذا؟ لأنه مضاف مضاف إليه إليه نعم نعم موعد مضاف إليه و مضاف إليه ظرف المكان لدى وكاف المخاطب مضاف إليه شبه جملة خبر مقدم نعم خبر مقدم وأين المبتدأ؟ موعد مبتدأ مرفوع بالضمة مبتدأ مؤخر مبتدأ مؤخر نعم ومرفوع بالضمة نعم مع
مع على نوعين يوجد احتمالان إكخل أنا قيرا بلنا دمع يقولون أنه حرف جر بعض العلماء يقولون أنه حرف جر وبعض العلماء يقولون أنه ظرف زمان والمكان خام جاينا خام وقت بلدروش ظرف دي شادة بازلة بازلة بنا خارف دي شادة ما أوزم وش ظرف ديان فكر جاء شو فكر أوزم جاء أنا تنلب أجمع مع ظرف هم زمان هم مكان بولد هم ظرف زمان والمكان مع ظرف الطبيبي نعم الطبيبي مضاف إليه مضاف إليه مجرور مجرور بالكسرة مجرور مجرور بالكسرة مجرور بالكسرة بالكسرة نعم نعم والجمل الباقية كلها بهذا التركيب وجن يوم شو تزولشته الشرخ لاب يوزاسلا تسوى ما معنا أنا مبني دي مزمو مبني على الفتح دي مزمو نعم إيه رابط أورني يوغس تسبني يوم أجر حرف تسيس لا محل له من الإعراب ولد أجر ظرف زمان أو ظرف زمان والمكان سي في محل نصب تيمس لأن الظروف كلها منصوبة أو منصوبة في محل نصب ظرف لا يوكي منصوب بلدي يوكي نصب بلدي بلدي شانشو الجدول الخامس اقرأ الجملة الأولى في الجدول الخامس أستاذ مقدس أشعر بالألم شديد بالألم دمين دي بألم بألم شديد في الأذن قلع غندي في أذني غندا قطق أغرقنا خس قل دم ده استاز قلع غندا قطق أغرقنا خس قل دم نعم أشعر بألم شديد في أذني جملة فعلية لأنها بدأت بالفعل أشعر فعل مضارع مرفوع بالضمة ظاهرة ديما مرفوع بالضمة ظاهرة فاعله أنا بيني تمام يا دوستوس؟ نعم بي بي نقيدة خرف جار نعم بي علمين علم دمي علمين بي علمين علمين مجرور بالكسرة اسم مجرور اسم مجرور بالكسرة شديدين 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 أنا قامدة تمييز مدة صفة أنا قد صفة صفة مجرور بالكسرة دي منا تبعا للموصوف تبعا بالموصوف مجرور بالكسرة تبعا للموصوف صفات لان مشكير جاشب ويما كسرة لبولد في خرف جاب أذني اسم مجرور بالكسرة أذني 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 أذن مضاف اسم مجرور بالكسرة ومضاف مضاف يا متكلم دي لابد خازي تبع يا المتكلم يا المتكلم ضمير متصل ضمير متصل مبني على السكون مبني على السكون في محل جر مضاف إليه
حرف جر و اسم مجرور متعلقان بالفعل أشعر. جدول الجدول السادس، جمل باقية، الجمل الباقية في الجدول الخامس اكتبنا وترجمنا واشرحنا بهذا الترتيب. والجملة التالية في الجدول السادس، طلب مني ترك الملح. ترجمي من دان تزنى تعرف قليش منها تعرف قل دان. نعم، ما نوع الجملة؟ الجملة فعلية لأنها بدأت بالفعل، طلب فعل ماضي مبني على السكون، مبني على السكون. كان سكون، كان سكون بط. إيه أستاذ أدش كت مبني على الفتح باهتي ده. مبني على الفتح. أين الفاعل؟ فاعله هو ضمير مستتر مبني على الفتح لمحل رفع، في محل رفع لأنه فاعل. صحيح. مني. مني من حرف جر مبني على السكون، محل له من الإعراب. يا ياو المتكلم ضمير متصل. طيب ما شنده؟ نعم. ضمير متصل في محل جر. مبني على السكون في محل. مبني على السكون في محل جر. أنا غاز. حرف جر واسم مجرور، إذا حرف جر واسم مجرور متعلقان بفعل طلبة، بلد مش أنت؟ نعم، متعلقان بفعل طلبة. ترك قال شو منا بيان في المستس. نعم، ترك الملح جملة فعلية في محل نصب مفعول به بولد، لأنه مفعول به بولد. ماشي، الجملة نوزيام مفعول بولد ناس فورنا ده بولد. طلب مني çünkü طلب اكتا مفعولنا أنا قا اكتا مفعول جا أتم لي بولد يام في اللي ده أصاب لنا. هو فايلة مني من دان طلب قلد ترك الملحي. أيوة بوتا ترك أنا قفيل مسو مصدر كو مصدر بكيوتم إضافة بوات، لكن مصدر بوسين بابر مفعول به بوات بالفتحة، مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة چونكي ظاهرة بلا مسبو ومصدر بو يعني ومضاف الملحي. ومضاف الملحي، الملحي مضاف إليه مجرور بالكسرة ظاهرة. هكذا الجمل الباقية في هذا الجدول أيضا اكتبنا وترجمنا وإشرحنا الكلمات في الجمل بهذا الترتيب. والآن نبدأ، هل أزاد دخلت أم لا؟ لا. إذن نبدأ القسم الثاني، فهم المسموع. اشتبت شنش. الآن نستمع إلى التسجيل. هذا أوديو نيش تسلا. أي درس؟ الدرس الثاني ومئة والثاني وثلاثون. بريزوت سيكينجة درسك. ندع التسجيل. الوحدة الخامسة عشرة، الدرس الثاني مئة وثاني وثلاثون، التدريب الأول في قسم فهم المسموع. استمع إلى الحوار ثم ضع الرقم في المربع المناسب. حاضر صحبت تشتس لدي صحبت أساس ده وش صحبت كي طور ديالوك ماسك لدي رسم تنليس له.
أولا نستمع ونترجم. الوحدة الخامسة عشرة، الصحة. الدرس الثاني وثلاثون بعد المئة. الوحدة الخامسة عشرة، الصحة. الدرس الثاني وثلاثون بعد المئة. ثانيا، فهم المسموع. هل الصوت واضح؟ نعم. دقيقة. الوحدة الخامسة عشرة، الصحة. الدرس الثاني وثلاثون بعد المئة. ثانيا، فهم المسموع. التدريب الأول، استمع إلى الحوار ثم ضع علامة صحيح في المربع المناسب. واحد، لماذا حضرت اليوم إلى المستشفى؟ إذن هل الوظيفة واضحة؟ نعم. واحد يعني السؤال الأول، لماذا حضرت إلى المستشفى؟ يعني ألف هنا. ترجمي أستاذة مقدس السؤال، لماذا حضرت إلى المستشفى؟ نعم. والجواب دلنازة، استمعي. حضرت لمقابلة طبيب الأسنان. ماذا قال؟ كرري. حضرت لمقابلتي بطبيب الأسنان. لا يوجد بي. حضرت لمقابلة طبيب الأسنان. أسناني، نعم. ترجمة. دكتورين قبول جيكيلم. نعم. أي صورة تناسب؟ من اليمين أو من الشمال؟ من اليمين. صحيح. جملة تالية أستاذ مقدس. اثنان، بما تشعر؟ ماذا قال أولا؟ كرري. بما تشعر. ترجمي. بما تشعر نما نخس قلب قلبي نما نمخس قليابسان. نمخس قليابسان. والجواب أيضا، استمعي أنت أستاذة مقدس، تستمعين وتترجمين وتختارين صورة مناسبة. فهمتي؟ أشعر بألم شديد في أذني. ماذا قالت؟ أشعر بعلم بألم علم لمسة بالألم بألم أذني شديد في أذني شديد بأذني في أذني في أذني. Kulağımda qattıq ağrıq his qıldım. Qılıyapman. Naam. Ayyu suratu nasibu? As-suratu min al-yamin. Naam. As-suratu min al-yamin. Sahih. Jayyid. Dilnaza. Sura taliya. ثلاثة. هل قابلت الطبيب؟ ماذا قال؟ أتنجة. وماذا قال؟ كينجس نشتامة أستاذ كفر قاليس. يوق اتبولو هل قابلت؟ ها اتبولو جنال أتشرب كين سورة دم. ماذا قال؟ يوق ثلاثة ديان اشتام أستاذ فقط وزلب قبط ديدم استيشتل مبت. أشعر بألم شديد في أذني. ثلاثة،
هل قابلت الطبيب؟ هل قابلت الطبيب؟ ترجمي طبيب سين قابل قلدما كورشتين ما شفاكار بلان قابلت قابلة كورشش وچراشش كورشتين شفاكار بلان كورشتين ما استمعي إلى الجواب نعم وفحص القلب والصدر ماذا قال؟ نعم نعم فحص القلب فصلت فحص القلب والصدر فحص القلب والصدر فحص القلب والصدر نعم ترجمي فعند كوكري جمنا ويوري جمنا تكشر ده ها إيه كوكري جمنا ويوري جمنا أي صورة تناسبه من اليمين حرف جيم حرف جيم من اليمين صحيح أستاذة نعم. مقدس أربعة ماذا طلب الطبيب منك؟ ماذا قال؟ ماذا طلب منك؟ ماذا طلب طبيب منك؟ منك ما سيركي لك أبلشوتكو؟ منك سندان طبيب نمانا طلب قلده شفاكار سندان نما طلب قلده أي صورة نختار؟ أي نختار أي صورة؟ الصورة من اليمين لم نسمع الجواب الجواب نيشتما طلب مني ممارسة الرياضة ماذا قال؟ طلب مني ممارسة رياضة هل فهمتي؟ جاءم تشون معلم ليك ممارسة الرياضة ديانا سبورت بلا شغل نشتيان بدن تربية دمك ماذا طلب الطبيب منه طلب الطبيب منهم ممارسة الرياضة طبيب أي صورة تناسب صورة من الشمال صحيح نبدأ التدريب الثاني التدريب الثاني استمع إلى السؤال ثم ضع الرقم في المربع المناسب هنا تغيرت الوظيفة نستمع إلى السؤال ونضع رقم السؤال في الصورة المناسبة تعلمي مزبوطة فقط سوالنا نومرنا رسمي قويش مسكري بولاد هل هذا واضح؟ نعم جيد السؤال الأول استمعي دلنازة واحد بما تشعر؟ كرري وترجمي بر نماخش قل يبسان بما تشعر واحد بما تشعر نعم واحد رقم واحد نضع لأي صورة حرفها من الشمال رقم واحد هذا ديزا ها أظن ها بما تشعر نما خصك اليابسان دد ما كي ما انا تينغ دي بويلاما توز يو كي دما كشن تلاش كيري بويلاما يوق اتمو سوال رقمنا مناسب رسمي قويامز ها عمومي كا ها بولد بولد ما تينغ ما تينغ بويلاما اي يما يان بويلاما طب السؤال الثاني استاذ مقدس اثنان لماذا حضرت إلى الجامعة؟ ماذا قلت أولا كرري ماذا قال؟ لماذا حضرت إلى الجامعة؟ حضرت
إلى الجامعة. ترجمة. جامعة دي أنا. This is the يوم جامعة. أنا قام أونيفرسيت ما اسمه ده؟ أستغفر الله. أونيفرسيت خانمي أنا قاين دي إشتكان دي. خير غاسز خير دائم مقيمس بنيتش مرتش قا. أونيفرسيت. أونيفرسيت كان ما جي كيلدي. بوت قاس برنا. ما عمش سورة هو أنا. واو. سورة واو. أي رقم؟ ما رقم السؤال؟ ثاني. رقم اثنان. السؤال الثالث للنازة. ثلاثة. لماذا تغيب صديقك؟ ثلاثة. لماذا تغيب صديقك؟ نعم. أوج. نماجي دوستين غايب بولدا. كمادة يعني. يعني كمادة كده. واتقدت غايب بولش بار. ما عم بق. تكوري بومش. يوق. ما نمشى ذهب إلى طبيب الأسنان ده هذا شو مسام؟ تشتغل جبال جانو شو مدة؟ نعم. رقم ثلاثة حرف دال. صحيح. السؤال الرابع أستاذ مقدس. أربعة. ما وزنك؟ ما وزنك؟ نيتشا يوكي قانشا. نعم. قلت ما نمشى أنا قام سورة جيم يوك أغر لغي بولد سورة با دا با السورة با رقم السورة با أربعة رقم أربعة صحيح السؤال الخامس استمعي دلنازة خمسة بما نصحك الطبيب كرري بيم استاذ يتكلم يقرو ايش تعمل قامة ما جابر ميترودم سيزك كيتشي بروات يوزل قات ما يدش ما شكل لي دلنازة ما هو جابروات كأنه ما جابر ميم أربعة ما وزنك؟ خمسة بما نصحك الطبيب؟ بما نصحك الطبيب؟ بما نصحك الطبيب؟ بما نصحك الطبيب؟ ترجمي أنا قاحس دكتور جين ما دكتي ما؟ نصيحات أسين جين ما نصيحات قلده شفاكر سنجن ما نصيحات نصح نصحت نصحت طبيب حرف ألف يا سبورت بلا شغلانش ما نصيحات أنا جيم الصورة جيم رقم خمسة نعم سؤال تالي أستاذ مقدس ستة كيف ذهبت إلى المستشفى؟ كرري الجملة كيف ذهبت إلى المستشفى؟ شفوا خنجن مدى باردين خنداي باردين خنداي باردين سورة زي خمسة خامس السورة خمسة رقم خمسة قد وضعنا وستة ستة نعم الصورة زي رقم ستة نعم سؤال تالي دلنازل سبعة ما سبب ارتفاع الضغط؟ كرري ما سبب ارتفاع الضغط؟ ضغط ضغط ضغط
davlinaning oshishini sababi nima? Nam. Shunda bitta mash. Na la hunak suratan. Suratan. Harfu alif. Yo. Tepadan chiqar. Ketgan, ketgan bo'ldi. Harfu ha min ash-shimal. Raqmu la harf as-suratu ha la tunasibu. Turki siz alif tuz bo'lmasa ma'nimcha. Ko'p tuz yesa davleniya oshar. Tuz miqdori ko'payib ketgan bo'lsa kerak. Nam. Kasratul milh. Kasratu akli al-milh. Ay aydan mumkin. Ayyu raqam? 7. نعم رقم 7 حرف الف وسؤال اخير استمع يا استاذ مقدس 8 اي طبيب تريد اي طبيب تريد اي طبيب تريد قيس شفاكار Ne xohlaysan? Xohlaysan, ha. Xohlaysiz. Aha. Xohlaysiz. Shunda indana sura wahida faqat. O'zbekcha. Nam. Ha, as-suratu ha. 8. Raqam 8, nam. Intaqalna ila at-tadrib as-salis. 3-chi mashqga o'tdik. At-tadrib as-salis. استمع إلى الفقرة ثم أجب عن الأسئلة أولا نستمع إلى النص أو الفقرة متن يشتمس نترجمه بعد ذلك نجيب للأسئلة واضح؟ واضح طب جملة أولى استمعي أستاذ مقدس شعر أحمد بألم شديد في أسنانه ماذا قال؟ Mat tish tishining qattiq og'rig'idan his qildim. Yo'q. Sha'ro Ahmadu bi alamin shadidin fi asnani. Ha. Ahmad tishining qattiq og'rig'ini his qildi. Tishlarida qattiq og'riq sezildi. Dilnoza. Ahmad la yanamu fil layli min al alam. أحمد لا ينام في الليل من الألم. ألم. ألم ألم. أحمد تنده أغرق شيء. أغرق دان أخلميدة تنده. ها أغرق سبب لي تنده. أغرق سبب لي تنده أخلميدة. جملة تالية. في الصباح ذهب أحمد إلى المستشفى. في الصباح اا اا مستشفى اا ارتلب تونده انا kasalxonaga bordi. نعم. جملة تالية لمقابلة طبيب الأسنان. لمقابلة طبيب الأسنان. شفاكار bilan uchrashdi. Ko'rigiga bordi. Ko'rigiga bordi, ha. Yoki ko'rinish uchun desagan bo'ladi. Ko'rinish uchrashish uchun desagan bo'ladi. Xo'p, jumla taliya. Fahasa tabibul asnani asnana Ahmad. Fahasa tabibul asnana. Anaqa tabib Ahmadning tishlarini ko'rdi. Fahasa tabibul asnani asnana Ahmad. Shifokori Ahmadning tishlarini ko'rdi. Jumla taliya. Hiya Salima. Ayya Salimami? Hiya. Ha, hiya Salima. U salomatdir. Ular. Ular sog'lom. Ha, ular sog'lom. Ha, tishlarini aytyapsiz? Ha. Jumla taliya aydan laki Dilnoza. طلب الطبيب من أحمد تناول الدواء بعد الطعام ونصحه بالراحة 3 أيام في البيت
Vay, çok uzun gebe. Tahtayım baştan koyamam. Ahriye ustaz bunu. فحص طبيب الأسنان أسنان أحمد هي سليمة. طلب الطبيب من أحمد تناول الدواء بعد الطعام. تمام حتى هنا ترجمي. طلب الطبيب من أحمد تناول الدواء بعد الطعام. بعد الطعام نعم. ترجمي. Tabib Ahmad'dan talab qildi ovqatdan so'ng tanovul qilishini. Davo, dori ichishni. Dori ichishni ovqatdan so'ng. Ovqatdan so'ng dori ichishni talab qildi. Talab qildi. Jumla taliya. Wa nasahahu birrohati thalathata ayyamin fil bayt. Mashtik qilaylik. Yo, ustoza muqaddas. Va nasihat qildi. 3 kun bilbayt uyda birrohati. Tamam. Uni nasihat qildi. Naam. Jumla taliya. Wa ay yatruka al-qahwata wash-shaya was-sukkariyat. Yana nimani talab qildi? وأن يترك الشاي والقهوة والسكريات. التعليق لشان أستاذ. التعليق لشان. قهوانا. وشر اللي كلانا تعليق لشان. قهوة شاي. قهوة شاي وشر اللي كلانا. نا تعليق لشان. طلب قلد. وننكي طلب تنكي نصحة كيلو ده نصيحة قلد. نصيحة قلد ها. التدريب الرابع. تمام انتهى التدريب الثالث. الآن نجيب للأسئلة. السؤال الأول أستاذ مقدس. بما شعر أحمد؟ ترجمي. أحمد نما أغرق بلان. أغرق سوزيوق. بما شعر أحمد؟ نما سأغرد أحمد. أحمد نما خسقلد. ما خص قلده عجيبي. أحمد أولا نبدأ بالفعل. يشكر أحمد أتكن زمان ده إتش مسكري ما تنده أتكن زمان. شعر أحمد بعلم شديد بألم شديد أسنان في أسناني في أسنانه في أسنانه شلاردا أغرق حتى أغرق سخندر. السؤال الثاني. متى ذهب إلى المستشفى؟ شفاخانة قاچان باردة. نعم. أنا قلت تندى بارمود أستاذ صباح ارتلب بارود. ذهب إلى المستشفى في الصباح. نعم. ماذا فعل الطبيب لأحمد 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 خزي تمام طبيب أحمد نما قلده الطبيب فحص الطبيب نعم نعم فحص الطبيب لأحمد أسناني خوم. فحص الطبيب أسنان أحمد. أسنان أحمد أسنان مفعول به ومضاف أحمد مضاف إليه. سؤال تالي. كيف أسنان أحمد؟ أحمد نينشلار قندي. أسنان أحمد سليم. سليمة غير عاقل جام. جام غير عقلاء مؤنسة. مؤنسة نعم سليمة.
سليمة. سؤال تالي. ماذا طلب منه الطبيب؟ طبيب عندن بمعنى طلب قلده. طلب الطبيب منه ترك الانشيد عن شاي قهوة يشير لك مدل Yo, uç gün demalışı talep kıldı ki yani şirinliğiyle terk kılışı nasihat kıldı. Tuhtayın onu aldın hemen talep kıldı. Uç gün demalışı birinci kelime mi de? Şu mu de? Birinci uşa kelime. Rahata fil bayti de şuna kalın. Rahata selasete ayyamin fil bayt. Kulebe min huttabibu selase أيام راحة ثلاثة أيام راحة ثلاثة أيام راحة مضاف ثلاثة مضاف إليه لذلك مجرور بالكسر راحة ثلاثة أيام في البيت سؤال تالي بما نصحه الطبيب طبيب نمان انجن مال نصيحات قل ده ايو طالب شوربة دواء بعد الطعام يده يجي نصح براحة ثلاثة ايام في البيت يده شندي لام يسي لدن شكت من ماتن خاضر ثلاثة خاب ديمي مامت نصح قلامز ديم عم تطلب قلامز طلب نما كميتا شون عرب تلد وجما ايت بولدم يانا قاي تربيت شي لكري خاس برنستس طلب طلب الطبيب من أحمد من أحمد طلب في لحر دائم من حرف جر بلا اشتتلت طلب من كم نان شوربة دوائي شوربة دواء بعد الطعام أوقات لا نشتانكين بعد الأكل دسام ولدا ما تندى بعد الطعام كي يعني وبما نصحه نصحه الطبيب راحة بلدس بس نعم راحة ثلاثة أيام راحة ثلاثة أيام في البيت ثلاثة أيام في البيت هذه هي أجوبة للأسئلة في التدريب الثالث ألف استمع إلى الفقرة ثم أجب عن الأسئلة التدريب الرابع استمع وظيفة ألف استمع إلى الفقرة ثم أجب عن الأسئلة كما في التدريب الثالث أولا نستمع إلى الفقرة أو النص نترجم بعد ذلك نجيب للأسئلة هل الوظيفة واضحة أم لا؟ نعم واضح استيقظ عمار في الليل من يترجم الجملة الأولى؟ استيقظ عمار في الليل عمار كيش قرون يغاندة نعم جملة تالية كان يشعر بألم شديد في صدره كان يشعر ألم بألم شعر في النبي بلاش بألم شديد في الصدر في صدره ها كوكرا كده ترجمي أستاذة مقدس كوكرا كده أغرق بلان يغاند يغاند ماس بلان دميمس قطق أغرق سقلده جملة تالية تكلم عمار مع مدير المستشفى تكلم عمار
مع مدير مستشفى. مع مدير المستشفى. مع مدير المستشفى. شفاخانه مديرگه گپرده. امور شفاخانه مدير بلن گپلشته. گپلشته. جملة تالية. وطلب منه سيارة الإسعاف. ومدان أنا قاسكوري أنا قاتيز يوردام شاقر شنة تلاب قل ده تيز يوردام ماشي ناسنا تلاب سورة ده حضرت سيارة الإسعاف إلى بيت عمار حضر سيارة إسعافي في البيت عمار إلى بيت عمار إلى بيت عمار Amordin uyiga tez yordam mashinasi keldi. بعد 10 دقائق وصل عمار الى المستشفى. 10 daqiqadan keldi va 10 daqiqadan keyin keldi va uni shifoxonaga olib keldimi? Vasola. Yetib keldi. Yetib keldi. Taratul isafi ila bayti Ammar. بعد 10 دقائق وصل عمار الى المستشفى 10 minutdan keyin 10 daqiqadan keyin Ammar shifoxonaga yetib keldi. فحص الطبيب صدر عمار وقلبه. فحص الطبيب صدر عمار فالقلب والقلب وقلبه 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 anaqa shifokor Ammorni ko'kragini va yuragini tekshirdi. Kana al-dhaqq murtafi'an jiddan. Ishtami qoldim ustoz. Ada 10 daqiq. Wasala Ammar ila al-mustashfa. Fahasa at-tabib sadra Ammar va qalba. Kana al-dhaqq murtafi'an jiddan. Anaqa uning qon bosimi juda oshgan edimi? Naam. Talab at-tabib min Ammar an yabqa fil mustashfa 3 ayyam. Tabib Ammardan shifokor Ammardan 3 kun qolishini shifoxonada 3 kun qolishini talab qildi. Fahasa at-tabib sadra Ammar va qalbahu va dhaqtahu fi as-sabah va al-masa. Fahasa at-tabib sadra Ammar va qalbahu va dhaqtahu fi as-sabah va al-masa. Tabib Ammorning yuragini va ko'kragini kechqurun dog' tutdim. Anaqasini qon bosimini qon bosimini o'lchadimi? Ertalab va kechqurun. Ertalab va kechqurun o'lchadi. O'lchamadi, fahosa ko'rdi. Ko'rdi. Turib turgan ertalab kechqurun. في اليوم الثالث ذهب عمار الى البيت. تنشكنا عمار يجي قايتا. هو الان بخير والحمد لله. هو الان بخير الحمد لله. هو حاضر يا شاء الله كشكر. تمام نجيب للأسئلة. السؤال الاول من يجيبه؟ تفضلي متى استيقظ عمارو يستيقظ عمارو في الليل استيقظ استيقظ أولا ترجمي السؤال متى استيقظ عمار عمار قاچون ترده نعم عمار كيچقرون ترده
وزبيت اللي يوسف قيامز فازي تمام فازي تمام استيقظ عمار في الليل نعم جيد سؤال تالي لماذا الموجن يعني يغنغن يشعر في صدره لأنه شعر في صدره بألم شديد شعر بألم شديد في صدره شعر في صدره ها وكين هكذا çünkü kokrağı da katık ağrık hissedilgen için. Sual tali. كيف ذهب عمار إلى المستشفى؟ عمار شفاخانه نمده بارده؟ قنده بارده. قنده بارده. جابر بيربين ذهب ذهب عمار إلى المستشفى بأسفة بالإسعاف. بالإسعاف. بالإسعاف بالإسعاف سؤال سؤال تالي ماذا فعل الطبيب لعمار طبيب عمار ما قلده فحص الطبيب بلد مثل فحص الطبيب لعمار في صدره وقلبه فحص الطبيب صدر عمار وقلبه وضغطه وضغطه أنا قم بس من يمد يزوفه بلان جواب برامس ضغطه ها ها سؤال تالي كم يوما قضى عمار في المستشفى ثلاثة أولا ترجمي السؤال عمار كسل خاندا نيتشكون قلدا قلدا نيتشكون قلدا ده خلاص ها ثلاثة أيامين لوق ثلاثة قضى عمار تمام ها دائم كورسة بيرجع موسمان باربر قد عمار في المستشفى ثلاثة أيام نعم سؤال أخير لماذا ترك عمار المستشفى عمار موچون كسل خانان ترك قلده Şu bağ mı destas? Ne için tartışıyorum? Yaxşı bol git. Yaxşı bol gel için. Yaxşı bol gel. Li anne ho bala da. Nam. Li anne ho. Tahassan fi yom salisi. Tahassan için çıkana. Yaxşı bol. Yaxşı bol. Li anne ho tahassan amaru fi yom fi yom salisi. Li anne ho içde amar var. Allah da amar etmemiz. لأنه çünkü o yani Ammar تحسن yaxşı oldu في اليوم الثالث üçüncü günü في اليوم الثالث هكذا نجيب أنا سأرسل التسجيل ولكن وظيفة أن تستمعنا إلى قسم ب للتدريب الرابع وترجمنا وتجيبنا للأسئلة هذا واجب البيت والتدريبات في قسم الكلام يعني كما في المثال نركب ننشئ السؤال والجواب هذه التدريبات كلها أيضا واجب البيت التدريب الخامس أجب عن الأسئلة مستعينا بالصور رسم لي قراب صور لك جواب برس بشنجي مشكلة التدريب السادس عبر عن الصور مستعينا بالكلمات كما في المثال مثال ده برجعنا ده رسمنا
berilgan so'zlar yordamida ta'riflab berar ekansiz. Mana misolda berib qo'ydi. Masalan, Xolid anf. Sha'ara Xolidun, masalan, sha'ara fulan bi alamin shadidin fi fi kaza. فذهب إلى المستشفى هذا الكلام لا يتغير وقابل الطبيب فحصه الطبيب الحمد لله هو بخير هذا الكلام كله لا يتغير يتغير هل هذا كله واضح أم لا؟ نعم واضح جيد إذا حتى هنا؟ لا لا دقيقة أنا أرسل هذا روزام كي ورا روزامسس ها التدريب الأول القراءة إذا تريدنا أكملنا قسم القراءة أيضا لو يبقى بعض التدريبات سنفعله معا في الدرس القادم قدر ما استطاع يعني قدر بقان مستطاع إلى اللقاء مع السلامة في أمان في أمان الله شكرا اللقاء